عندي قصيدة وطنية وقصيدة غزلية، لكن بنسمعها بعد ما ناخذ كم سم كلمة من اخوي سم عبد الله الله يخليك. الخريف. امتعنا الليلة صراحة. أيوة الله الله يبارك الله لي يا يسعدك يا الله ابو يخليك بدر، الله الله يسلمك. يسعدك. هل في لك مؤلفات ثانية ابو محمد غير كتاب صحتي السلامة؟ طبعا هذا عندي تقريبا، هذا كتاب من احدى الكتب، ايضا هناك 6 مؤلفات كلها عن السلامة. طبعا اللي هو هذا سلامتي في الصحراء، ايضا سلامتي في المنزل، سلامتي في المدرسة. ما شاء الله، يعني نعم عندك اصدارات متنوعة حسب نعم المكان. متنوعة. سلامتي في ايضا اللي هو المزرعة، سلامتي في الاستراحة، كل هذه كتب عن السلامة، وكل واحد لها طريقة ومسار. نعم لها. أبو محمد، أنا في نقطة صراحة أثرت يعني انتباهي قبل شوي، كنا نتناقش أنا أحد الأشخاص المهتمين بالتوعية المباشرة مع الجمهور، يعني هو يتبنى مدرسة أنه كل شيء توعية في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا، وسائل الإعلام، التلفزيون، بس الميدان اللي هو التقائك مع الجمهور للتوعية سواء في الأسواق أو في الحدائق أو في الأماكن العامة أثرها أعظم من الرسالة اللي تجيك عن طريق الجوال معلومة في 30 ثانية. صحيح. ليش ما نرجع لتفعيل مثل هذه البرامج التوعوية؟ طبعا بالشراكة مع سواء جهات معنية بالتوعية أو مديرية الدفاع المدني أو أيا كان من ذات الاختصاص والعلاقة، حتى يكون في توعية بالتجربة. يعني أنت بتخيل لما تشرح الشخص سلامتي في المنزل، بعدين تعطيه كلام نظري أو فيديو تعريفي مثلها، مثل يجرب، ترى إذا نمت لا سمح الله في الليل ونسيت المشب أو نسيت ما أدري وش الدفاية في الليل، نعم. هذه الآثار اللي قد تنتج ويكون في إحصائيات ومجسمات، هل تعتقد أنه هذه الطريقة هي أسرع وصول طبعا طبعا اللي هو التوعية المقابلة أو التوعية المباشرة؟ المباشرة أبلغ وأقوى وأشوق. أي يعني فرق بين أنك تشاهد الشاشة وفرق بين فيه واحد شخص يعني التوعية المباشرة. أيضا أضف على ذلك أحيانا التوعية داخل المنزل، الأب أو رب الأسرة له دور فعال في توعية الأبناء والمدرسة كذا كل يوم. نعم. طبعا نوجه تحية للمعلمين في جميع أنحاء العالم وفي المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم المعلم، على طاري المعلمين. نعم صراحة بمناسبة المدارس أيضا لها فضل علينا، والمعلمين لهم فضل علينا، وأيضا إنا من الداعمين لهم. فكتيب فيما يتعلق بسلامته في المدرسة يحاكي جميع ما يقع في المدرسة من الأحداث بطريقة سلسة، بطريقة مفهومة، موجه للطالب من المعلم والطالب. يا سلام، رسالة للطالب والمعلم. نعم يسهل، وجميع المشكلات اللي تقع في المدرسة مثل ايش ونتائجها وحلولها. مثل ايش يعني؟ عطنا كذا من المشاكل. يعني الآن لو حدث لا قدر الله مثلا، اللي هو أولا التعريف بالوسائل السلامة، اي لازم يعرفون مخارج السلامة. نعم يعرفونها، وكيف نقطة التجمع، وسائل السلامة هو وش المطلوب من وسائل السلامة. الجانب الثاني مثلا خطط الإخلاء، هل كيف يدربون؟ طريقة خطط الإخلاء، يدربونهم؟ كيف التعامل معها، وفريق السلامة الموجود في المدرسة أيضا كيف اللي هو تلافي التزاحم وتلافي تدافع، يعني كل النقاط اللي ممكن أنها تسبب مشكلة في عملية عند حدوث أي طارئ، فهي موجودة في الكتيب وبطريقة سهلة وبطريقة يعني واضحة جدا، والتسهيل المعلومة أيضا على الطالب وعلى اللي هو المعلم، وليصبح أيضا الطالب هو يدير نفسه. يعني في حالة الطارئ أو الطارئ الحوادث الطارئة أو الأحداث يحتاج إلى كل واحد يكون عنده ثقافة في التوعية الوقائية وكيف التعامل مع وسائل السلامة. فهذه مطلوبة من جميع أيضا اللي هو المعلمين أو فريق السلامة الموجود في المدرسة، بأنه يوصلها إلى الطلبة الطلبة سواء كانوا صغار سن أو كبار سن.